السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة انا بصراحة ربنا عايزة اقول لكم ان انا وحشني رمضان وايام رمضان الجميلة، وعايزة اعمل حاجة حلوة لطه، وحاجة كلنا بنحبها وبتفكرنا برمضان، وهي الخشاف. طبعا خشاف البلح، طبعا كلنا عارفين الخشاف. الخشاف من الحاجات الجميلة جدا جدا اللي احنا بنشربها في رمضان، وفي نفس الوقت فيها فايدة عالية جدا ونسبة غذاء حلوة. وطبعا زي ما احنا عارفين ان البلح عامة سنة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاحنا النهاردة قلت اعمل معاكم الخشاف، بس طبعا احنا عارفين ان الخشاف كلنا بنعمله باللبن، فقلت اعمله لكم النهاردة بطريقة جديدة، وفي نفس الوقت افرحتها واعمل له حاجة حلوة هو بيحبها. الخشاف انا جبت البلح الناشف، بلح الناشف جبته من عند حد يعني حبيبي عطار كويس، حاجته نظيفة جدا، وفي نفس الوقت البلح بيبقى هاشش ما بيبقاش معجن علشان نعرف ايه نكسره. طبعا البلح انا جبته بليته من امبارح بالليل في اللبانه زي ما انتم شايفين، وطبعا شطفته الاول من التراب وبليته نقعته. هنضيف عليه ايه؟ لبن، انا بحب دايما استخدم اللبن بخيره. معانا هنا اناناس مقطعينه، ومعانا موز برضو مقطعينه عشان نعمل الخشاف باللبن، برضو عادي جدا جدا زي ما كلنا بنعمله، بس كل الفرق ان احنا هنعمله بالفاكهة. معنا الخشاف هننزله في شفشق الخلاط، تمام. هننزل عليه بحبة سكر مش كتير عشان طبيعة البلح بتبقى اصلا يعني مسكرة، تمام، حوالي بتاع 4 5 معالق. وهننزل عليه باللبن زي ما احنا شايفين، والشاف ده جميل جدا جدا وكلنا بنحبه، مغذي الاطفال جدا، وفي نفس الوقت بصراحة يعني حاجة جميلة بتفكرني برمضان، ومناسبة ان احنا داخلين على رمضان كل سنة وانت طيبين. فمش هنستغنى طبعا عن العصاير وعن الخشاف وعن التمر والعرقسوس والسوبيا والحاجات الجميلة بتاعت رمضان وايام رمضان الجميلة. طبعا لو حسينا ان القوام بتاعه تقيل شوية عشان ما شاء الله البلح كتير، بنزوده حبة مية خفيفة حاجة كده صغيرة، عشان انا بصراحة بحب طعم اللبن في الخشاف اكتر من المية. طبعا لو حابين نزود عليه في العصير او في الخليط بتاعنا دوت اي نوع فاكهة
مفيش مشكلة، ممكن نحط موز دوت، ممكن نحط أناناس، ممكن نحط مانجا، ممكن نحط يعني فراولة. إن شاء الله بقى أعمله معاكم بالفراولة في مرة. يعني أي نوع فاكهة بطيخ. هتزوديه، بطيخ ممكن، يا يوسف ممكن برضو بطيخ. بس لا، الأفضل مش هيبقى حلو زي الفراولة والموز والأناناس. فإن شاء الله أجربه معاكم مرة بالفراولة. اديني البولة. طبعا معانا البولة بتاعتنا اللي هنحط فيها الخشاف بتاعنا، هو زي الفروت سلطة كده بس حاجة جديدة وجميلة. ننزل الموز، وننزل عليه الأناناس، طبعا زي ما انتوا شايفين الأناناس متقشر ومتقطع كده مكعبات، وبنقلب بالفاكهة مع بعضها. ممكن بقى على حسب الفاكهة اللي عندك، يعني ما تقيديش نفسك، ممكن بقى تحطي معاهم قطع فراولة، تحطي معاهم أي نوع فاكهة تقطعيه كأنك بتعملي فروت سلطة بالظبط. تمام. وبعد كده هننزل بالبلح باللبن اللي هو الخشاف عليهم. هي جت على قد تمام، بقولها، جت على قد، ما شاء الله شكله جميل جدا جدا شكله شهي. وطعمه حلو جدا، وفي نفس الوقت مفيد ومغذي لينا ولأطفالنا، عشان دخله لبن ودخله بلح ودخله فاكهة، ففي حاجات كتيرة جدا مفيدة. وده كده شكل الخشاف بتاعنا. حابة تدخليه التلاجة وتصبيه كده في بولة وتقدميه، مفيش مشاكل. مش حابة واحنا الجو شتا برضو، مفيش مشاكل، بس جربيه وهيعجبك قوي قوي. وزي ما قلت لكم، ما تقيدوش نفسكم بنوع فاكهة معين، اللي موجود عندك تحطيه، فراولة، موز، أناناس، قطع مانجا، جربيه وإن شاء الله هيعجبك. وكل سنة وانتم طيبين، واستنوني في كل جديد، ومعاكم لولو العشاب، وإن شاء الله أقدم لكم كل ما هو جديد. ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك، ودعموني دايما بحسكم معايا، ونجاحي دايما بيكم إن شاء الله. ومع السلامة في فيديو جديد. سلام سلام يا يوسف. سلام.